مرحبا بكم في قناة مطبخ تلمسان. اليوم من مطبخي جبت لكم طبق اللي هو عبارة عن تشكيلة من الخضار الموسم اللي هي الفول والجلبان والقرنوع. مع ان هذا الطبق هو طبق بدون لحم لكنه يجي بنين بزاف وفي نفس الوقت ساهل في التحضير وخفى يوجد معنا. اذا خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اذا ولتحضير وصفة الطبيخة اذا نحتاج الى 3 انواع من الخضروات اللي هي الفول والجلبان والقرنوع. هنا الكمية على حسب افراد العائلة. هنا الجلبان ديالي راه كونجلي جلبان. بالنسبة للفول حنا راه الفول حنا عادي بدا يدوق كما نقولوا في الموسم ديالو، عاد فاتي طري. حبة هنا راه عندي صغيرة، اللي يحب يخليها بها بالقشور يخليها واللي يحب ينحيلها القشرة ينحيلها. انا خليت بعض الحبات. الا يكون عندنا الفول طري صغير نطيبوه مباشرة، بصح الا كان عندنا الفول بالغ يعني الحبة تكون كبيرة نبخروها قبل عاد نطيبوها في الوصفة. هنا راني نقيت بعض الحبات تاع القرنوع، ها هو ده مازال ما نحيت لهمش هذاك الشوك الفوقاني خليته في الاخير، ها هو نحيتها ونحكوها باللين باش ما يكحاش معنا. وخليت حبه ما نقيتهاش، دوك نوريكم كيفاش نقيوها. ربما بنياتنا ولا باش يتعلموا كيفاش نقيو القرنوع، مربات البيوت كامل يعرفوا كيفاش ينقيوها. اذا نحتاج الى 3 معالق من الزيت النباتي وفي الاخير دوك نزيد 2 معالق من زيت الزيتون اخر كامل باش يبقى بالبنه ديالها. الى كميه من الاصبر او الحشيش جبنين بها بزاف، 6 فصوص من الثوم مسكرفجه، ملعقه كبيره من الطماطم مصبره. بالنسبه للتوابل ملعقه صغيره من الملح، ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر، نصف ملعقه من الكمون، نصف ملعقه من الفلفل الاسود، ونصف ملعقه صغيره من الهريسه اللي هي حره، هذيك الهريسه الحره تعطيها البنه. اذا نوري لكم كيفاش نقيو القرنوع. اذا بالطبع نحتاج الى ليمون، نحكو به شويه يدينا باش ما يكحالوش، هذه الحاجه الاولى. اذا نلفت الحبه ديالي، ها هي الحبه تاع القرنوع. اذا نحيولها نحتاج الخدمي تكون شويه قاطعه حاده. اذا نحيولها الراس والاول، نبداو نحيو في هاد الاوراق ديالها هكذا بهذه الطريقه وحبه مرختها ونبداو ندور. اذا الحبه اللي نتلاقاوها نحيوها بهذه الطريقه، نعاود ندور. نستعملوا الخدمي في هذه المرحله، نعاود تجينا هاد الورقه نحيوها، نعاود ندور تجينا هاد الورقه نعاود نحيها بهذه الطريقه حتى نكمل. نعاود هذه الورقه نعاود نحيها، نسيو ما نضيعوش بزاف. كي نحيوه خاصنا نشوفو نحيو اللوب ديالو نخليوه لداخل لاصق في القرنوع، ما نحيوهولوش ما نطيروهش ما نضيعوش. اذا نفدو الحبه غير بالسكين غير بشويه ونتمشى، خاصو شويه خاطر وغير بشويه وشويه يقطنا الوقت. سحب السيف علينا هكذا في الحبه كي نحيوها، شو ما يكونوش ما نحيوهولهاش اللوب، خليه هنا في الجميخه ديالها. اذا نكمل بهذه الطريقه ورقه مرختها، نحكو دائما بالليل باش ما يكحاش. نزيدو حبات بالسكين، وكيوليو شويه طريين انتو تستعملو يدين. في هذه المرحله صاي الحبه راه شويه طريه، اذا نشوف كيفاش نعملو بيدينا ونخليو دائما هاد اللوب ديالها. شوف هكذا ونقطعوه، او خصنا نخليوه شوف نخليوها فارغه باش ما نضيعوهاش. نعاود ندورو هكذا ونكملو كامل حبه تاود بهذه الطريقه.
باش يجيو مستفين. شوفوا كيفاش يجي، نتمنى انها تكون واضحه هكذا. تنكملو كامل حبات. يزيدو وحده بالوحده، صاي هنا وقرو معنا طريين، يزولو معنا بكل سهوله. دائما نخليوه ما نضيعوش، نحكوه بالليل، عفوا هكذا نحكوها بالليل باش ما يكحلناش. صاي هو احنا قريبا كملناه، الاوراق الصغيره صاي صاي كملنا. نحيولو هذا الاخضر شوية فونسي، شوية هكدا من فوق صاي، نفوتو باش نحيولو الشوك ديالو. إذا نفدو هكدا مندخلوش لداخل غير بشوية هكدا، ونتمشاو مع الوسط هكدا، ندورو ندورو السكين ديالنا باش نحيو كامل الشوك تاعو. ونحينا نحكوها بالليل، نحيولها غاية صغيرات. إذن صحيح بهذه الطريقة نكونو شلنا القرمة ديالنا. إذا نعاود نقطعوها على أربعة ونرميوها في القطر كيما في الآخر. إذا نحينا الشوك الكامل الكمية ديالي. إذا وضعت الزيت ديالي فوق النار متوسطة سخن، الآن نضيفولها الثوم، ست فصوص من الثوم باش تقلى معايا. سخنت شويه الزيت، نضيفوا لها طماطم مصبره، هذه الوصفه ما تحتاجش اللحم بصح الكميه تاع الزيت تكون فيها شويه بزياده. نقليو هذيك الثوم مع الطوماطيش، نضيفو لها التوابل ملح والفلفل الاحمر، نخليه شويه مع التالي باش ما ينحرقناش. نضيفو الكمون والفلفل الاسود والهريسه، نضيفو الجلبان. خليوه شويه يشرب هذاك الحراج. مرحلة نزيدو الفلفل احمر، نضيفو كمية نصف الكمية تاع الاصبر، نصف لاخر نخليه شوية مع الاخر. نخلي شويه تقلى ونعاود نشوفكم. اذا بعد تقلى معايا الجلبان في هذه المرحله نزيدو الفول،
نزيد الحبات الفول كمية، نخلي كل شيء يتقلى 5 دقائق، عاد نزيدو الماء، إذا نخلي شوية يتقلى معاه نشوفكم. إذا خليت الخليط ديالي على النار 5 دقائق حتى تشرب معايا الحراج، تبغي فيها صوت هاد المرحلة نضيفو له الماء. هنا الطبيخة ما تحتاجش بزاف الماء، ما نكثرولهاش الماء باش تجيب معانا بنينة، على حسب ما طيبش طيب معانا الخضر. اذا نطيب انا الفول والجلبان نص طياب ونعاود نرمي القرنع، صايم نزيدش الماء نكتفي. اذا نغطيهم ونخليهم يطيبوا نص طياب، نعاود نشوفكم. اذا الفول ديالي والجلبان راهم نص طياب، اذا نفتح عليهم هما قريبا يطيبوا، خاطر نعرفوا بلي القرنوع خفا يطيب. ها هو القرنوع راني قطعته الى قطع، هنا قطعته على 6 خاطر الحبات كانوا عندي كبار، واللي يحب يقطعو على 4 يقسم على 4. اذا نضيفهم، نضيف كامل الكميه، انا شويه نحبها بزاف القرنوع تجيني بنينه. اذا ندخل فيه بشويه، ما نحركوهاش بزاف باش ما تطخطخش معانا، نزيد غير حشويه تاع الماء. نكمل كامل الاصبور اللي كان عندي طائل، اذا نعاود نبلع عليها ونخليها تكمل طياب. الطبيخه ديالي قريبه توجد، اذا كيري قريبه توجد كخطوه اخيره نضيف لها وزوج معالق تاع زيت الزيتون اللي قلت لكم نضيفوها في الاخر. اذا نضيفوها بهذه الطريقه، كنت كل مره نحرك عليها ما نحركش عليها بالملعقه، نرفد القدر ديالي ونحركو بهذه الطريقه باش ما تتخطرش. كل مره كنت نعمل هكذا. اذا اللي شفتوا فيها بزاف المرق فتحوا عليها وخليها تجمر. اذا صاي تغلي الغليه ونطفي عليها ونشوفوها في طبق التقديم. اذا كي ضفت لها زيت الزيتون خفا نطفيو عليها، ما نخليش هذيك زيت الزيتون تغلي بزاف باش تبقى لنا بالبنه ديالها، على خاطر زيت الزيتون تزيد لها بزاف في البنه. اذا طفيت عليها وضعتها في طبق التقديم كما راكم تشوفوا. اذا انا زينتها هنا بقطع تاع القرنون اللي هو القرنوع، خاطر كنت كثرت فيها تنحبو، اللي ما يحبوش بزاف ما يعملش بزاف، وعملتها بحشويه تاع الاصبر. نتمنى انكم حتى نتوما تجربوها العائله تاعكم وتستغلوا الفرصه، خاطر حنا في الموسم راه فيه الفول شباب الجلبان والقرنوع، وتحضروها حتى نتوما وتعجبكم. اللي يشوفني لاول مره ما ينساش باش يشترك معايا في القناه، وما تنساوش باش تضغطوا على زر الجيم وكذلك الجرس ليصلكم كل جديد، ونشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله.